الحقيقة النهاردة كان في مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي مواليد 2003. مواليد 2003 يعني 18 سنة، كان عندهم مباراة مهمة مع نادي الزمالك في بطولة الجمهورية، دي جولة السادسة، انتهت بالتعادل 1-1. سجل هدف الأهلي نجم الفريق، احنا بنقول عليه بقى نجم المستقبل ان شاء الله الصاعد بقوة، ميدو أسامة، اللي كان المفروض كمان انه يجيب هدف الفوز، وتعرض لعرقلة من احد لاعبة الزمالك وحصل على البطاقة الحمراء. الماتش زي ما انتم شايفينه اهوت، الأهلي دلوقتي في المركز الثالث للبطولة، رصيده في المسابقة دي 9 نقاط بعد ما فاز في مباراتين وتعادل في 3، وتعادل في الجولة الأولى مع وادي دجلة برضو 1-1، وفاز على سموحة 2-1، وتعادل مع بيراميدز سلبيا، وفاز على المقاولين العرب 2-1، والتعادل مع الزمالك بنشوف النهارده 1-1. سجل الفريق 6 أهداف، دخل مرماه 3 أهداف. الحقيقة الفريق ده بيدربه كابتن شريف عبد الفضيل، كابتن شريف مدير فني المواليد 2003، ومعاه طبعا النجم النيجيري اسحاق اول اللي كان هنا معانا مشرفنا، وحكى كمان يمكن تفاصيل انضمامه للنادي الاهلي، وهو دلوقتي مدرب عام مع كابتن شريف. يا كابتن هاني، مفيش شك طبعا، كل التوفيق لشريف، ان شاء الله يكون مدرب واعد، وفريق 18 سنه فريق قريب جدا، يمكن هو الفريق اللي تحت فريق الشباب، لكن كمان في لعيبه مميزه جدا جدا. وخلينا نتكلم بكل امانه، كل قطاع الناشئين هو الهدف منه، جيد جدا وممتاز انك تحصل على بطولات، لكن الهدف الاساسي والهدف الرئيسي من قطاعات الناشئين هي تفريغ عناصر مميزه للفريق الاول وبالتالي لمنتخب مصر، هو ده الهدف الاساسي من قطاع الناشئين والاكاديميات على مستوى العالم.